قصة متتبعة آية من الجمال اللي غتقاسم معنا الليلة بعض اللقطات القاسية من حياتها اللي غادي تخليها باش أنها تمرد على الوضعية فاش هي وتلتاجئ إلى طريق الفساد وهي في سن جد صغير، ولما غادي تقرر باش أنها تتوب وتراجع غادي تطيح في صحبة فاسدة اللي غادي تزيد تدمرها أكثر. قصة في قمة العبرة لشابات عصرنا اليوم، فبقاو معنا باش نعرفوا نهاية هاد الشابة الجميلة. سلام سلام، كيف دايرين مع سيدنا رمضان؟ كاين شي اجتهاد ولا غير الخمول؟ المهم نغتنموا هاد الشهر مزيان لحقاش دغيا غادي يسالي بالسلامه. ما نطولش عليكم اكثر ونبداو في حلقتنا اليوم. لنبدا، انا حفصه كاسم مستعار، انا من مدينه وكبرت في مدينه واحده اخرى، تربيت وسط عائله محافظه بزاف، ماما وبابا متطلقين وهذا تعني بلي انه كبرت بدون اب. تطلقوا بسبب ان الاب ديالي كان كيتاجر في المخدرات وكان تيشرب الخمر بزاف وكان تيعنف ماما، فلما درت 6 سنين ماما غادي تقرر باش انهم يتطلقوا، فالعلاقه ديالهم خلات فيا واحد الخوف كبير حيتاش كان هو عنيف معاها. فاللي رباني هي الميمه ديالي واللي هي ماما. ماما الميمه علمتني كل حاجه زوينه، علمتني الاداب والاخلاق، الحمد لله كبرت باش ما عطى الله. كنا حنا 4 في الدار، من غير انا والميمه وماما كانت عايشه معنا واحد خالتي. في هذا الوقت غادي يوقع واحد سوء تفاهم ما بين خالتي وما بين ماما وحنا نخرجوا نكريو. انا ذاك كانت ماما كتخدم في واحد لوزين، تعذبنا من الناحيه الماديه ولكن الحمد لله. غنختصر القصه وغنتكلم لكم لما بديت ندخل في مراحل 10 سنين 11 12 13 سنه. هاد السنوات كانت دازت عليا اصعب سنوات. هنا فين غادي تبدا القصه وهنا فين غادي نقول بسم الله المرحله الجديده في حياتي. ولكن قبل كنعقلوا ان عندي 9 سنين فاش كنا مازال ساكنين مع الميمه مول الدار اللي كاري ليهم كان كيتغزل بيا وانا طفله، فانا ما كنتش عارفه هذوك التصرفات اللي كان كيدير لدرجه واحد النهار غادي يحاول باش انه يشدني وهربت ليه وسد عليا الباب. غادي سد لي الباب على صبعي حتى تقشر لي الظفر. نزلت عند الميمه كنغوت، سولتني مالك؟ قلت لها راه سد عليا الباب وما قلتش لها راه بغى يشدني. عقلت ديال الصغر خلاني باش انني نخاف منه، وجاب لي الله بلي انه اذا قلت الحقيقه غادي يقتل ليا الميمه اولا غادي يضربها، وانا كنت متشبته بها بزاف وهي كانت اعز الناس عندي. فبقى الحال على ما هو، كان مره كيلوح ليا شي كلمات اولا كيحاول يتقرب مني، كانوا تصرفات ديالو مخله للادب. والكارثه كان رجل تعليم استاذ جامعي يحسره خصو يكون مثال في الاخلاق ولكن للاسف عكس هادشي كله. فوخر حلم من حدانا خلى ليا عقده من الرجال اللي كرهتهم كيف ما بغاو يكونوا، وهادشي خلاني باش انني ما نتوفقش في الدراسه ديالي ونبقى النهار وما طال غير ساهيه. 10 سنين 11 عام كنت طفله معزوله. غادي نطلع للاعدادي ووصلت لمرحله المراهقه اللي كانت فيها ماما جد صارمه معايا، كانت قاسيه في التصرفات ديالها معايا خصوصا في السن اللي كنت محتاجه فيه انها تكون صديقه اكثر من الدور القاسي اللي خدمته معايا. كانت تقول لي غير ما تخرجيش ما ديريش ما تفعليش ما تجيبي عندي حد وما تمشيش عند حتى شي حد، وهذا كان غلط كبير من طرفها. ففي هاد السن انا كأنثى بديت كنحس براسي وبديت كنزعم انني نحط واحد شويه اولا بزاف ديال المكياج، وانا يلاه عندي 12 عام وكنت كنقرا في السابعه. ماما كانت كتخاسم عليا والميمه وخالتي وخوالي كلشي كان كيدوي، ما حاولوش يفهموني ما حاولوش يدويو معايا بالخاطر ما حاولوش يعطوني وقت، ما كاين غير العصا والقمع. وعمر ماما ما جراتني وسولتني مالك بنتي باش كتحسي وليت دائما معزوله. في المدرسه قليل فين تلقاوني مع شي بنت كنبتسم، بفضلي ديما كنت كنرسم فيهم شي بنت كتبكي وانا صغيره كنت كنحس براسي خارقه وسط احزان. زائد على هذا كشخص ما كنتش متفقه مع السن ديالي، كنت كنحس براسي كبرت. في هذا الوقت مع المكياج اللي كنت كندير كانوا الرجال كيتغزلوا بيا، وقت ما خرجت من الكوليج كنت كنلقى شي طوموبيل كتبعني وكنحشم من راسي علاش وصلت لهذه المرحله. للاسف غادي نعاود السابعه للمره الثانيه والثالثه وغادي يديروا لي الطرد. رجعتني ماما والمره الرابعه غادي نبدل المدرسه. المهم بقيت هكاك وحتى المدرسه ما كانت كتشدني، خرجت من السابعه ومشيت درت الحلاقه.
الحمد لله شديت الدبلوم وبقى عندي. في ديك الوقت غادي نتعرف على واحد الانسانه اللي كانت مستشاره قانونيه وبحالها غادي تفيقني، حستني بالعمر ديالي وباللي انا باقا صغيره، باقا ما عنديش القدره ديال دوك التصرفات اللي كنت كندير. غادي تحاول معايا باش انني نرجع للقرايه، وغادي نرجع للقرايه، وغادي ترجع حفصه اللي خصها تكون. رجعتني للمدرسه وانا كنقرا في السابعه وعندي 16 سنه، كنقرا مع دراري الصغر مني، والحسن حظي انني غادي ننجح ديك السنه وغادي نطلع للثامنه. طلعت للثامنه وهنا فين غادي تبدا حياتي الجديده. بدات الافكار القدام كيراودوني نخرج الطريق وبلي انني كبر من العمر ديالي الى ما غير ذلك، وهنا غادي يبداو المشاكل في حياتي من نوع اخر. غادي نطلع للثامنه بجسد او لهيئه جسمانيه اكبر من السن ديالي. اي واحد كان تيشوفني تيقول لي عندك 20 عام وانا مازال واحده غير 17 عام. كنت كنخرج من المدرسه كنت كنشوف دوك الدراري اللي تيلعبوا بالطوموبيلات حدا شي كوليج ولا ليسي وكيبقاو واقفين تما، لعل وعسى انهم يشوفوا شي همزه، واعتذر على هذا المصطلح. واحد النهار وانا خارجه من الكوليج غادي يوقف عليا واحد الدري زوين، وما كنتش عارفه بلي انه غيكون هو النقطه ديال الدمار ديالي في حياتي. تعرفت عليه وقال لي نوصلك للدار. قلت لي اه واخ. بحكم انها كانت بعيده عليا بنص ساعه فزعمت باش انه يوصلني. تعرفنا على بعضياتنا وكان الطوموبيل ديال با اللي بيها مره كانت يديني وكيجيبني من المدرسه، وانا انا ذاك داك الوقت كنت فرحانه حيت كنت بعلاقه مع واحد عنده طوموبيل وزوين. من بعد غيبدا يقترح عليا باش انني نمشي للدار عنده. انا في ذاك الوقت ما كنتش على علاقات وما كان حتى شي حد لي يفقهني ويقول لي لا حضي راسك. امي مسكينه كانت كتنصحني ولكن كانت مرا كبيره ما عارفاش اشنو واقع في الواقع. امي ما كانت كتفقهني على الزمان وما عارفاش بلي انه احنا في عصر جديد للقوي كينهش الضعيف. المهم بقى كيراوغ معايا ويحاول يقنعني حتى غادي نقبل، وهذيك السنه غادي تكون بدايه الاحزان لحفصه. مشيت معها للدار المره الاولى والثانيه والثالثه حتى وصلت في الشهوره. كنت نقول لماما بلي انني غادي السوايع غادي نحفظ، واذا جا الصيف كندير السبه بلي انا عند صاحبتي. ماما كانت كتخدم النهار كامل وما كانتش كتعرف واش خرجت. المهم لما كتدخل كتلقاني في الدار. هاد خينا نهار طلعت ليه فراسو غادي يحطني السطل بلا تقرقيب. صدمت حيتاش خلاني، وهي بدات احزاني. طلعت للتاسعه وانا في عمر 19 عام بحكم انني عاودت بزاف، فكنت كنقرا مع الدراري اللي هما صغار عليا وبقيت بحال هكاك. فهاد السنه حاجه وحده اللي تبدلت فيها هي انه حيدت المكياج، المكياج اللي كنت مدمنه عليه وبالكامل الاراده ديالي. فالوقت نتاع الموحد تقيت في واحد المدرسه اللي كنت كنزيد فيها السوايع باش نوجد الامتحان، وها هي مصيبه واحده اخرى. من جديد الاستاذ اللي كان باقي شاب بدا كيتغزل بيا، وطحت في فعيله وفي المصايب الكحله اللي شحال وانا كنت نهرب منها. كنت نقول لو كان ما عطيتش لراسي فرصه للعلاقه الاولى ما كانوش يتحلوا لي العينين على هاد العلاقه الثانيه. وليت نمشي للسوايع قبل ما يجيو الناس، وراك عارفه اذا شي بنت كتسات مع شي دري ثالثهم الشيطان. كيوصل الوقت نتاع السوايع ها هما الدراري كيجيو كيحل ليهم وكيلقاوني ديجا جالسه تمايا وكيبداو يضحكوا عليا. هاد الاستاذ غادي يبدا يجلسني لقدام، من بعد غادي يقنعني باش انني نمشي معاه للدار، وغادي نمشي وغادي يشدني بالزز مني وغادي يحاول باش انه يتكرفس عليا. بديت كنطلبو وكنقول ليه ديرني اختك ديرني امك ديرني باك عائلتك اللي كان، راني ما كنتش ناويه هادشي وما كنتش عارفه نيتك. غادي يجعر وغادي يخرج فيا عينيه بحال شي ديب وما غاديش يعقل عليا. وهنا غادي توقع طامه كبيره. مشيت للدار ولقيت راسي كنزف. ماما بدات كتضربني، امي ما سخفات طاحت، داوني للسبيطار وبداو كيسولوني شكون تعدى عليك. كنجاوب غير بوالو والو والو. شهر وزياده وانا كنتعذب وغير ساكته، وشاده واحد الركنه في الدار واللي هضر معايا كنقول ليه والو. ماما كتسلف وتكلف باش تشوف ليا مع اطباء نفسانيين، وانا والو بدون نتيجه ولا تحسن. فهاد المده جلست من المدرسه، وغادي يجي وقت الامتحانات وبقدره الله غادي نمشي وجبت نقطات مزيانين. حتى لواحد النهار غتجي عيني في عينيه، وانا كنت باقه في حاله لا احسد عليها. شفت وسخفت ما بقيتش عقلت على راسي. دخلوني للمدرسه ووفقت وبداو كيسولوني مالك اشنو غادي نقول لهم. داك اللي تعدى عليا استاذ بقيت كنقول لهم لا راه غير طونسيون في الضيقه لا هذه، المهم غير الاعذار الاعذار باش نتفادى انني نتكلم. وحتى لدابا حتى حاجه ما كانت في راس خوالي حيتاش صعاب. والمهم بالفقصه ديالي كان كيطلع ليها الطونسيون حتى 17 18 حتى كتغيب وكيديوها للسبيطار، وانا كنت كنتقطع
مقطع فاش كنت كنشوفها بحال هكاك، حيت كانت اعز ليا من ماما ومن كل شيء، كانت هي حياتي. واحد النهار غادي نحس براسي وليت مزيان وبريت، وقال لي القران ديال راسي سيري لعندو للدار اللي داك ليها وقوليها لوالدي. فعلا غادي تخرج عندي امو وغادي نسولها واش انتي مت فلان. قالت لي اياش كنتي، قلت لها بغيت ندوي معاك واش يمكن نمشيو لديك الجريده نجلسو فيها ونعاود لك. قالت لي واش ولدي دار لك شي حاجه؟ قلت لها عافاك غير يلا وغادي نعاود لك كلشي وانت حكمي. فكانت عنده واحد اختو شاطه مطه. المهم انا غادي نديها للجرده امو وعاودت لها بالتفصيل الممل من طقطق السلام عليكم. بدات كتغوت، لا انت كدابه، انت باينه فيك، على انت ولدي غادي يديها فيك وانت غير شمكاره. وبدات كتسب، وولدي ولد الاصل وانت مازال ما عرفتي معامن. ما خلات ما قالت، وهي جات بنتها واللي هي اختو وقفت عليا، ما خلات ما سبت فيا وقدام الناس. هادشي كله حيت قلت لهم ولدكم اش دار فيا. وليت كنقول اش داني نمشي لعندها، واشنو غادي نربح كاع لو كانت صنطات ليا. رجعت للدار والمدة 3 ايام عيني ما كيتسدوش، وغير الافكار السلبيه اللي كانت كتراودني. الله يا ربي، وتابعاني المدرسه وانا مازال وحله في التاسعه. كنت مره كيبان ليا من بعيد، وكنت كنهز الحجر من الارض وحتى كنبغي نضربو به، كنزير راسي ونهبط يدي. بقيت هكاك، ربي اللي كان عالم بيا وعالم بذاتي وصحتي من بعد داك الاعتداء اللي وقع ليا. واحد النهار شي وحده لقبت راسها بفاعله خير اللي عمرني ما غادي نسمح ليها، وحسبي الله ونعم الوكيل فيها، غادي تمشي عند ماما وتقول ليها راه بنتك كتخرج مع الدراري وكتدور مع الدراري. وانا اقسم بجلاله الله انه من نهار وقع ليا داك المشكل عمرني جلست مع شي دري ولا ديت معاه الطريق، وحتى في المدرسه ما كنت كندوي مع حتى حد. تسناتني ماما حتى دخلت من المدرسه وهي تشدني من يدي وعطاتني قتله ديال العصا، لحد الان عمرني نساها. اقسم بالله الا كتشد داك التيو الطويل ديال البوطه وكتشحطني به، غتهزني وتديني للطبيب باش تاكد من العذريه ديالي. غادي ياكد لها بلي ولكن غادي يقول لها بلي عندها مشكل ناتج عن اخر حاجه وقعت ليها. اويلي اشنو كتقول؟ غادي يشرح ليها شنو وقع بالضبط. وسمحوا لي ما غاديش نقدر نطرق اكثر للتفاصيل. المهم بدات كتغوت، وعطاها شهاده طبيه بلي انا باقا عذراء وبلي انه من العام للعام تعاود ليا الشهاده. جيت للدار وبديت كنعيش العذاب الاليم، الغوات والنقير والصداع، وكل ما تدور كتجي تعطيني العصا، وكانت مانعه عليا باش انني نشوف امي حيتاش كانت عارفه شحال كنت كنبغيها. بقيت بحال هكاك حتى غادي توصلها واحد الاستدعاء من المدرسه بلي كثرت في الغياب، وهي تمشي لعندهم وشرحات ليهم اش وقع. قالوا ليها باش انه نجي ندوز الموحد، واذا ما نجحتش نعاود، غادي ندوزو وغادي ننجح ب 13.94. طلعت للسانكيام وماما ما خلاتنيش نقرا، وقالت لي اذا خلاتني نكمل راني غادي نخرج للطريق وغادي نخرج هذه وهذه وهذه. قلت لها ماما والله الا ظلمتيني. المهم غادي نقنعها وطلعت للسانكيام، تبدلت وليت محترمه، وليت ندخل ونخرج في الوقت، وليت البنت اللي اي واحد يقدر يتمناها. لحت كل شيء من مورايا وبديت صفحه جديده. بقيت هكاك حتى الوسط العام. كانت عندي واحد صاحبتي اللي الله يعمرها دار، ولكن كانت عندها واحد صاحبتها هي اللي خارجه على الطريق، وانا ما غادي نتصاحب غير مع هذيك صاحبتها. وليت نمشي عندها للدار، ولات حتى هي كتجي عندي. ماما ما كانتش كتحملها، وانا ديما كنت كنقول لماما حشومه عليك كتظلمي البنت وانت ما كتعرفيهاش وراه عندي غير هي. المهم كنت ديما كندافع عليها، وما كنتش عارفه بلي انه هاد خيتي هي اللي غادي تسحبني لتحت. بقات الصحبه ديالنا هكاك ونجحت في السانكيام. في 2018 طلعت للسيزيام، وهنا فين غادي تمرض الميمه ديالي بالسرطان. اش هاد الخبر؟ كيفاش غادي ندير بلا الميمه؟ يا ربي يكون معايا وحن عليا، وراني محتاجه الميمه، راه هي امي، راه هي ضو عينيا. ماما غادي تبيع ذهبها وخرجت كاع شي فلس اللي جمعته. خالتي ما عندها والو، خوالي ما عتقونا ما رحمونا. في نفس الوقت هي ولات كتخرجني ديك البنت اللي تصاحبت معها، مره مع هذا ومره مع هذا. هذا كيعطيني 100 درهم، هذا 50 درهم، هذا 200 درهم، كل واحد وشنو كيعطيني. كنت كنجي نشري شي حاجه في المارشي ونقاد الميمه ما يتكال باش تقود شي شويه. عطاونا نديروا لها واحد سكانير وخصو يدار في واحد المدينه واحده اخرى، وما كاينش اللي يمشي معاها من غيري انا. سيزيام كله ما غاديش نقراه، غادي نمشي معاها لديك المدينه. ماما غادي تكري لنا واحد البيت ب 600 درهم، وخا تبدا تصيفط لنا كل 4 ايام 5 ايام 100 درهم 200 درهم. كنا كنعسو غير فوق الكارتون، وشي مره هي اللي غادي تعطينا شي زور حيت ديك الوقيته كان البرد، وكنت الميمه مسكينه كنلبس لها بزاف ديال الجلاب ديالها. تزيرنا، وفي ديك الوقت كان بقى التليفون ما بيني وبين ديك صاحبتي الفاسده. كل مره كانت كتدوي ليا كتقول لي راه كاين واحد الفيكتيم هنا،
كنت كنوكل الميمه ونشربها ونعسها وكنمشي لواحد البلاصه بعيده، والطوموبيل اللي جات كنت كنطلع فيها. وكاين واحد النوع نتاع الرجال اللي كيتبعك واخا تكوني دايره النقاب. انا ديك الوقت ما كانش عندي الخاطر حتى الماكياج ولا نتهلا في راسي، كنت كنخرج بالجلابه، مره يديني واحد يتكرفس عليا ومره واحد ما يعطيني حتى شي حاجه، وهذا الشيء كله باش ندبر على فلوس السكانير والتحاليل. ها هي ماما وخالتي غيجيو لعندنا لديك المدينه. لما كتجي ماما كترحمني حيت كتجيب معها واحد شويه ديال الفلوس، بحال كتكب الماء البارد على العافيه في قلبي. كنحس باللي جا اللي يهز عليا داك الحمل. كنت كل ليله كندعي يا ربي نتهنى من هاد الطريق الفاسده، راه ماشي ديالي وما مولفهاش، ولكن هذه هي الوسيله الوحيده باش نجيب الفلوس باش نعاون الميمه تبقى ليا في الحياه ونعاون حتى راسي. ماما غدفع على واحد كلينيك وتكلف بكاع الراديوات. مشات ماما ديك المدينه وغنبقى انا وخالتي والميمه، ولينا وديوها مع 8 ديال الصباح ونرجعوها مع 10، وتوصل عاوتاني العشيه وديوها دير شي براوات. بقينا بحال على هذاك الحال لمده 6 شهور. فهاد 6 شهور خرجت شي شهرين وحبس، رجعنا للمدينه فاش كنسكنوا. غنرجع مع العدوه اللي الله ياخذ فيها الحق، اللي كانت كتخرجني هي وامها، امها اللي كانت كتخلي بنتها وتخرجني انا. وصراحه انا ما عرفتش واش بصح هذيك بنتها ولا غير طلقنا عليا. وليت نخرج حتى لواحد النهار غادي يوقفوا عليا واحد الزوج بالطوموبيل، غادي نتبادلوا النوامر، وقالوا لي يلا معانا ومشيت معاهم. واحد فيهم غادي يقول لي باينه فيك انت ماشي ديال هادشي، قلت ليه بلي عندك الصح ولكن عائلتي راني طيحت لهم الراس. غيختصر لي الهضره وغادي يقول لي واش بغيتي تزوجي، قلت ليه اذا كان الزواج اللي غادي يزيدني هم على هم ما كاينلاش. جاوبني وقال لي غادي تهناي وترتاحي وديري دارك وتبداي صفحه جديده. قلت ليه شوف انا في القرايه ما تفرتهاش، ولكن فقها الميمه دات ما في جهدها باش تدخلني القران، وراني خاتمه للقران، تفقهت وعرفت بزاف ديال الحوايج في القران اللي هما حرام وما خصنيش نديرهم، ولكن انا اليوم كنديرهم. غادي نهضر بزاف في الاخر غادي يقول لي ما خليتي ليا ما نقول. اداني القهوه وبديت كنعاود ليه على قصه بتفاصيل اكثر من هادشي اللي كنحكي لكم اليوم. هذاك صاحبو بدا تيبكي وناض خرج في حالو. لا غد ليه غادي يعيطوا عليا، تلاقينا وقال لي واحد فيهم واحد الهضره اللي اثرت فيا، قال لي والله ما نعست البارح ولا شفته، راني فكرت فيك وفكرت بزاف ديال الحوايج. وهو يقول لي واش تزوجي بيا؟ قلت ليه ايه، ولكن كيفاش غادي نتزوج بيك وامي مريضه؟ انا هاد الساعه ما كنفكرش في الزواج. قال لي العار انا بغيت نسترك وندير هاد الخير وما عرفش باش غادي يرجع ليا في حياتي، ونعاهدك باللي عمرني ناذيك ولا نعايرك شي نهار واخا يكون اللي كان. انا عزيتي عليا وداك يطلبني، قلت ليه واخ. وانا كي الهبيله هزيت هذاك الشيء كله ديك الهضره من الاول حتى الاخر وحطيتها لديك صاحبتي الفاسده. وهنا فين تنقول لكم حظي وشكون كتصاحبوا ولمن كتامن واخباركم واسراركم. قلت لها راه تلاقيت بهاد ولد الناس واشنو قال ليا واشنو قال ليا، غادي تجاوبني وتقول ليا ويلي واش تقتي به؟ بدات تقول ليا ويلي يا الحمقايه البهله وانت ما خليتي شكون عرفتي عاد بان لك هذا. المهم بدات كتوسوس لي هضرتها في مخي. بديت تنقول مع راسي واش انا كاع مكلخه لهاد الدرجه؟ راه عندها الصح. عيطت ليه وقلت ليه بغيت ندوي معاك. قال لي شنو؟ قلت لي غادي نتلاقاو في هاد القهوه الفلانيه. تلاقينا وسولني واش فكرتي في الموضوع اللي قلت لك، قلت ليه ما بغيتكش تطمعني وتجرحني، راه عييت من هاد النوع اللي تيقول لي الزواج ومن بعد الدار ويدور معايا ويصيفطني. قال لي صلي على النبي هضره وحده راه قلناها. جا فعلا للدار هو واختو ومو وباه، كانوا ناس طيبين غادي يرشموني، واتفقنا وبدلت النمره وغادي شرط عليا شرط واحد، قال لي هذيك البنت تفوتيها عليك. انا عاودت ليه عليها فعلا ولكن عمرني قلت ليه بلي ان راه كتخرج، غادي نقبل وقلت ليه واخ. ومره واحده اخرى كي الهبيله وغادي نمشي نقولها ليها، نقزات وقالت لي ها اللي قلت لك شفتي بغى يفرقنا وبغى هادي وهادي وهادي، حتى لعبت لي مزيان بمخي. وليت كنقول غير هضرتها اللي كاينه وليت كنتلاقى بها بالتخبيه. كان قال لي اذا تلاقيتك معها هادشي اللي بيناتنا غادي يسالي وهذاك الخاتم بخريه. قلت لي صافي كون هاني ما غاديش نشوفها وما غاديش تشوفني. وانا كنت كنتلاقى بها كذبت عليه، وهذه هي الصفه الوحيده اللي ما كانتش فيا. فهي شنو كانت كدير الشيطانه؟ كانت كتقول لي اجي ندوزو اليوم من هاد البلاصه وهاد اليوم من هاد البلاصه بالعاني باش ندوزو من حداه، وكتقول لي ومالك صاحبتي واش غادي يقطع لك راسك؟ يا الحمقه يا البهله، واحد النهار غادي يدوي لي ويقول لي انا غادي نمشي لواحد المدينه اللي هي الاصل ديالو باش يجيب منها شي وريقات باش نديرو العقد. السيد كان بغى يجربني وماشي عيب، دار راسو مشى وتخبى ليا من مور الجريده ديال دارنا. وها هي الشيطانه جايه لعندي وحالتها حاله ولابسه واحد السروال مشرق، وغير سلمت عليا وهو ينزل جا كيجري، شدني من شعري وضربني ودخلني للدار وجري عليها وقال لي قلت لك فوتيها عليك.
وانتي كذبتي عليا وانا دابا ما نقدرش نتزوج بشي وحده كتكذب. سيري الله يسهل عليك. وهذه كانت اخر مره غادي نشوفو فيها. بدل النمره وقال صاحبو باش ما يبقاش يجاوبني. مشيت للدار تلاقيت باختو كتقول لي شنو وقع لك. قلت لها شنو كاين شنو كاين. قالت لي بلي هو راه هكاك داير واذا ما طبقش داكشي اللي قال فراك يقطع بمره. كنقول لها الله يرحم لك الوالدين عاونيني. قالت لي راه كراك دير ديالو صعيب وهكاك داير. بقيت بحال هكاك. هذيك خيتي فرحات وهنا فين بديت كنعيق. تخيلوا من بعد شنو وقع. غادي تولي هي اللي كتلاقى به. كيفاش دارت ليها الله اعلم. عمرني ما قدرت نواجهها ولا نقول لها حتى شي حاجه من غير انني سديت عليها بمره. ولات كتحط صورها معها في انستغرام هي شاده لي في يديها هي جالسه حداه علما انه عمره ما كان حملها والشخص الوحيد اللي كان باغي معها الحلال هي انا. قلبي كان كيتقطع طريفه طريفه ملي كنت كنشوف دوك التصاور. وشنو غادي ندير مع هاد الشيطانه؟ اش هادشي فاش طحت ويا ريت لو كانت بعت الهضره ديال ماما. واحد النهار غادي نتلاقى مع صاحبو في المارشي وقلت ليه راه بغيت ندوي معاك واش فلانه فعلا مشات مع فلان. قال لي نقول لك واحد الكلام راه حتى شي معقول ما جمعهم وحتى انت راكي درتي الغلط. هادشي علاش قال لك ما تمشيش معاها. من بعد هاد المشكل غنعاود نخرج للطريق من جديد وما غادي نتلاقى غير بواحد الراجل اللي هو كبير اللي غيديني لواحد الدار في الخلا وغادي يسد عليا يومين وتليفوني طفى وتكرفص عليا ولحني وسط الطريق. وزاد حتى جاو الناس هما يعيطوا على الاسعافات وداوني للسبيطار. من بعد في داك النهار نيت بحوايج السبيطار غادي نمشي لدارنا وغير حلت لي ماما الدار غطلح عليا تبقى تبوسني وتعنق حيت شي يومين وانا غابره عليهم وتخلعوا عليا. غنقول لهم بلي انه شي شفره شدوني وضربوني وداو ليا الفلوس وغادي نمشي ندفع واحد الشكايه كاذبه بلي داو ليا الصاك فيه الفلوس وهذه وهذه غير قدام ماما. جات كورونا بدات كيطرخ في الحظر الصحي وكنا معذبين ماديا ما عندنا ما ناكلو ما نشربو وليت نخرج من جديد وهاللي كندير ليه الفانيت ديال النعاس وكندكو مع شي حاجه ولا نعطيه ليهم في شي عصير. كاين اللي كينعس كيفيق كنمثل عليه بلي انه تعدى عليا وكيدور معايا. وهكا بقيت غاده بقيت على ديك الحال وبديت كنتقم. انا كنضحك على ماما تنقول ليها بلي انني خدامه في لوطيل ولكن انا ما كنت كنخلي حتى شي واحد. كنت تنتقم من كل ذكر بطريقتي. واحد الصباح لامي ما غادي تصبح ميته لما نقولها وشكون غادي يبرد ليا الحرقه. بكيت غوت جهلت 7 شهور استغفر الله وانا كافره. كفرت على كل شيء. مشى القران اللي قريت واللي حفظت مشى الفقه اللي تفقهته. غادي نتيه بما تحمله الكلمه من معنى ما تسمو ودتني معاها. بقى فيا الحال ما دوش معاها بزاف. الفساد والذل وغيرهم ما خلونيش نجلس مع مامتي بزاف. كانت تعز ليا من ماما وملي طير بيا. وتخيلوا معايا لدابا اذا ما خديتش الدواء ما كنعش بسبب فراقها. ما كنتخايلش راسي بلا بها نهائيا. مشات الحنينه اللي كانت كتهز التليفون كل دقيقه وتسول فيا والله شاهد على ما اقول. من بعد الموت ديالها كفرت بكل شيء وليت كنخرج من جديد. وهاد المره انا اللي كنضرب الرجال وكنتكرفس عليهم ونشفرهم ولاو فيا حوايج ما كانوش فيا. حتى 2021 خدمت اسيستانت في واحد الشركه وعفى عليا الله. انا دابا خرجت من الخدمه ولكن ديك الطريق خليتها من مورايا. واحد البركه على قد الحال اللي جمعتها راني هي باش عايشه دابا. ربي يرحمني وشاف من حالي وانا دابا راني خدامه على راسي باش تكون التوبه كامله. هذه هي قصتي اللي عاودتها لكم من قلبي وما في خبر حتى شي حد. واي مصيبه كنت ندير كنت نديرها بعيد على الدرب. استغليت البراءه ديال وجهي اللي ما كانش كتبان عليه هادشي كله. الحمد لله عفا عليا الله ودابا خويت اللي في قلبي. ونقول لكم كلمه واحده هاد الطريق ما كتدي الا تهلكه. تخيلوا معايا كلشي تيسر ليا فيها ولكن حتى حاجه ما ربحتها منها. دوك الفلوس اللي كنت كنشد يا اما كيمشيو في التفاهات ولا في السبيطارات. الحمد لله ربي رحمني ودابا عايشه مع ماما في دارها بيت وكوزينه وطواليت حاشاكم. كتخدم فلوزين ومرحومين فقراء ولكن اقسم بجلاله الله ديك الطريق ولات عندي من السابع المستحيلات. خرجت عليا قلبا وقالبا وحتى نمرتي بدلتها ودرت حد لهادشي كله. وهذه هي كانت قصه حفصه. حفصه عودت لي القصه ديالها بجراه كبيره. كيف كتعرفوا دائما بلي انه كاينين اسر اللي كيتفرجوا فيا ففضلت انني نعطيكم غير المختصر المفيد وانتم تبارك الله عليكم راكم ذكيين وكتكملوا من دماغكم. فيا المتابعين يا كرام ما كرهتكمش انكم تشاركوني في التعاليق لتحت شنو هي العبر من هذه الحكايه. ما كرهتش كل واحد يخلي رساله كينصح فيها كل انثى وكيطبطب بها على قلب حفصه. ما نعاتبوهاش وما ننتقدوهاش. هي اللي عارفه مناش دازت والحمد لله اليوم راه تابت واكيد ربي كيقبل
اي واحد تائب عن دوري عندي كلام موجه لاي بنت مراهقه شابه دائما كنقولها وكنعاودها، ما تثقوش بالوعود الفارغه راه كاذبه، وما تثقوش بالكلام المعسول راه فقط وسيله باش الذئب يوصل للفريسه ديالو. حبوا نفوسكم وما تعطوش فرصه لايا كان قراي وشدي الشهادات ديالك، وغيجي الوقت فاش مولانا غادي يسهل عليك في النصيب ديالك وبالحلال وما تستحقينه. وفي الاخير راه اللي بغاك وشاف فيك ربي راه كيدق باب الشريعه وكيجيبك من قاع دارك وكيتأذب مع مولانا حتى في الدقه الاولى ديال الباب. راه الزواج مشروع نتاع شخصين، ولما كيتسدوا البيبان على هاد الزوج اشخاص فهنا فين تيبان الاصل والاخلاق. رساله لكل انسانه، ما تعطيش فرصه لشي شخص يطيح ليك دموعك الغاليين. ورساله للامهات والاباء، حبوا ولادكم اعطوهم فرصه فاش يتصاحبوا معاكم، علموهم الخايب والمزيان، علموهم ما يخافوش منكم ولكن يحترموكم، تقربوا منهم باش اذا جاب الله شي حد بسل عليهم ولا تجرأ عليهم ما يكونوش خايفين منكم وما يكبروش بعقد. فهذا قولي والله اعلم. نتلاقاو في حلقه مقبله. سلام.